اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولتوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة
فاصرفه عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمال ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا